iedereen de best dierenlike lijkt. عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كديرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير في أحسن الأحوال. كديرين مع الصحة؟ كديرين مع الجو؟ الجو المخلط، مرة برد مرة شتا. حنا بعدا عندنا هنا مرة برد مرة شتا. ياك هانين، واش كتعاودوا؟ كلشي مزيان ومبروك عيصورة، الله يدخلها عليكم بالصحة والعافية وطولة العمر يا ربي. اليوم جيتكم بنهار جديد، شحال هذا ما درت معاكم شي نهار جديد. ايوا قلت ندوج معكم هذا النهار جديد. ايوا هانتوما معايا، ما تمشيو فين. دابا غادي ندوج ان شاء الله نعجن واحد البطبوطات ولا شيارات. هادو غادي نعجنهم ان شاء الله على الكاسكروت. ايوا هانتوما معايا لحظه بلحظه ان شاء الله. هنا راه عندي الدقيق البيض الابيض، وهنا عندي الدقيق الفينو. دابا غادي ندير النص نص، غادي ندير النص من هذا ونص من هذا، يعني قد قد. غادي نغربلو ان شاء الله. راني يدي علاش ما كنعجنش بزاف بيديا، مره هكا الشيار كيبغي لها تليك صافي. دابا غادي نغطيها، غندهنها بشويه الزيت وغادي نغطيها وغنخليها حتى تستمر. الناموسيات ديالي وديال اميره ليطو الطالينيه. دابا غادي غندوز نمسح شويه الغبره من هنايا، راني ماسحه مبحره ولكن مع ذلك كتجي الغبره.
غسلتها من بعد ما كملت كاع داك الشفا، غسلت المويعنات وغرفت العجينه. غادي ندوز دابا نرد لهم الغدا ان شاء الله. ندير هاد سواسيسو ان شاء الله، غادي نديرو مع خضيره مع شويه البطاطا، تجي واحد الطريقه زوينه غادي نوريها لكم دابا شاركة معاكم ان شاء الله. كان عندي في الفريغو غادي نفكو هكا، غنفكو كامل هكا وغادي نوريكم الطريقه. صافي هنا غنشعل عليه البوطه هو كيشتو ما كيبغيش يطيب بزاف، غادي نقليه شويه غادي يهبط ديك الدهنيات ديالو وغادي نحيدو. وهانتوما معايا تشوفوا لقطه بلقطه، غندير واحد شويه ديال الملحه حيت هو راه فيه الملحه، غندير عا شويه، ما غندير لا زيت لا والو حيت هو اصلا فيه الدهنيات. غادي نغطي عليه وغادي نخليه هكا تيتقلى مزيان ويهبط الدهنيات ديالو، وغادي نرجع معكم باش غنكملوا كاع الطريقه. هنا غنجيب واحد جوج بصلات غادي نقيهم ان شاء الله وغادي نقطعهم قطع مربعات. هنا من بعد ما تقلاو شويه غنبدا نحركهم هكا شويه نقلبوهم. هنا غنجيب واحد جوج صوص ديال الثوم غادي نحكهم ان شاء الله فوق هذه البصله. بلا ما تبقاو تضاربوا مع الجلده، راه اصلا الجلده كتبقى ملي كتحكوا كتبقى لكم في يديكم، شفتوها تبقى لكم الزلده. هضرتها معاكم في هذيك افكار. هنا عندي واحد جوج بطاطات كبارات ولا على حساب الافراد، انا غندير عاد جوج بطاطات غادي نقيهم ان شاء الله حتى هما وغادي نقطعهم. غندوز نقطع هاد البطاطا، ما غنقطعهاش كبيره بزاف، غنقطعها هكا صبيعات باش غطيب ليا معاهم قد قد ما كياخذوش الطياب. صافي هنا من بعد ما تلقوا داك الدهنيه ديالهم، شتو راه باقيين خضرين، تلقوا عاد الدهنيه ديالهم. دابا غادي نحيدهم ما يطيبوش ليا بزاف تاني وتيجيو قاصحين. هاد الدهنيات اللي بقات عندي غادي ندير فيها هاد البصله. صافي غادي نخلي هاد البصله تتقلى معايا مزيان مزيان تتقلى مزيان، وغادي نرجع معاكم باش ندير شويه العطريه ان شاء الله. وهنا غطيهم باش ما يضربهمش البرد. هنا من بعد ما هبطت هذيك البصله راه تقلات مزيان، بقيت كنحرك فيها تقلات مزيان. دابا غادي ندوز ندير فيها شويه الخرق شويه الجنجبير شويه الخرقوم شويه ديال الابزار ان شاء الله شويه ديال البابريكا، وغندير شويه القزبر اليابس قزبره. غندير شويه ديال الصلصه، تقدروا ديروا طماطيشه طبيعيه ديروا وحده، جوج معالق ديال الصلصه ان شاء الله.
صافي وغادي ندير القزبر ان شاء الله، القزبر الاخر. القزبر المعدنوس زيد جوج معالق هكا صافي، وغادي نخليهم هكا تيتقلاو، خليهم يتقلاو ومن بعد غادي نرجع معاكم. صافي هنا من بعد ما تقلات غادي ندوز ندير واحد الكاس. صافي دابا غادي ندوز ندير هذوك البطاطا ان شاء الله. وغادي ندير عليها واحد شويه ديال الملحه، ومن بعد غنسلق شويه الزيتون وغادي نزيدو عليها من من بعد ان شاء الله تتقرب طيب. وغندير عليها شويه القزبره اليابسه صافي، وغادي نخليها طيب ان شاء الله. صافي داكشي يا الخمر، دابا جبت هنا واحد المقلة غادي ندهنها بواحد شوية الزيت، سخنتها غندهنها بشوية الزيت هكا نرمي دوك الشيارات. نتوما كتحكمو في الرق ديالهم واش ترقوهم مزيان واش تخليهم هكا غلاضات شوية، ما كتحكموا فيه. صافي غادي نخليها تبدا طيب وغادي نقلبها واحد شويه، وغنقلبها ان شاء الله. راني كملت هاد الشيارات، هادو هما اللي طيبتهم بالزيت، تيجيو تبارك الله كيجيو رطبين وشاشين، شتوهم ها تقنعوش منهم. وهادو طيبتهم بالدقيق، راني قرصت مع بالدقيق وطيبتهم نيشان صافي. دابا غادي نمشي للكاميره ديالي. هنا هاد البطاطا راه قلبتها ولقيتها طابت، راني كنت طفيت عليها حيت ما كانش عندي الوقت، طفيت عليها ودابا غادي شعلت عليها وغادي ندير هاد الشواسيسو ان شاء الله. غنديرو هنا غتخليوها حتى طيب راه طابت صافي، وغنديرهم هنايا من هي يسخنوا شويه من هي يطيبوا واحد شويه. تقوني هاد سميتها هاد الجميله هكا كتجي غزاله ما تقنعوش منها، غير جربوها. تقدروا تجربوها حتى بالكفته هكا، كانت عندكم هادي تجربوها بالكفته ديال العدان، ضروري تقليوها هكا باش تهبطوا داك الدهنيات وتحيدوها، ومن بعد ترجعوها هكا من الفوق. هاد لاصوص توا ما غنلوحوش، غادي نرميه هكا صافي. والزيتون هنا راه كيتسلق، كنسلق فيه نحيد منه الملحه، راني درت معاه شويه السكر باش يحيد لي الملحه دغيا وصافي. هاد الثومه معايا صافي، دابا من بعد ما تسلق معايا هاد الزيتون وحيدت منه الملحه غنديرو هكا خيالي. تقدروا ديروها حتى في الطاجين هكا، انا ما درتوش في الطاجين حيت الزوج ديالي ما كاينش، غنبغي نخلي ليه ما خليت داك الغديوه كطيب. وقولوا لي واش كيعجبكم حتى نتوما تطبقوا الديسير، قولوا لي في التعاليق واش كيعجبكم. دابا قطعت هنا شويه الدلاع وحطيت هاد الفرو هاد الديسير هذا التفاح وسميتو، اللي بغى شي حاجه ياكلها صافي. وكملت الشقيوه، دابا غنمشيو ناكلو هاد الديسير هو الاول. انا راه كيعجبني ناكلو قبل الغدا ولا قبل العشاء، كيعجبني الديسير ناكلو قبل. وردوا عليا في التعاليق واش كيعجبكم حتى نتوما قبل الماكله ولا لا. خليكم حتى من بعد، من بعد ما طابت الغديوه صايبت واحد الشليضه، غادي ندوز نحط الغديوه ان شاء الله ديالي. وهذه هي الغديوه ديالي، كتجي هكا كتجي غزاله كتجي خاطره وزوينه ما تقنعوش منها.
ورافقتها بهاد الشلايضه. كنتمنى تعجبكم وكنتمنى تكونوا استمتعتوا معايا في نهاري اليوم. ولا استمتعتوا معايا ما تنساوش تشاركوا معايا وتفعلوا الجرس وديروا لايك لايك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.